نقف الآن على مقربة من اللسان البحري الذي يعرف بميناء غزة الجديد الذي تقيمه السلطات الأمريكية في منطقة الشيخ عجلين، وتحديداً التي تقع في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة. هذا الميناء البحري الذي كان من المقرر أن يكون لاستقبال السفن، سفن المساعدات القادمة إلى غزة، خاصة إلى المناطق الشمالية في ظل هذه الحرب التي لا زالت متواصلة على الفلسطينيين وعملية إغلاق المعابر، ولا يوجد أي من المساعدات تأتي من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية. هذا الميناء لعلكم تشاهدونه ترسو يعني على لسانه إحدى السفن التي هي تحت مساعدات إنسانية للفلسطينيين الذين هم بحاجة ماسة لها هنا في المناطق الشمالية من قطاع غزة. الفلسطينيون ينتظرون أيضا وصول العديد من السفن التي بعضها قبالة بحر مدينة غزة، وترسو قبالة ستة سفن، حوالي ستة من السفن المحملة بالمساعدات، وبعض السفن لا نعرف ماهيتها التي تبعد أميال عن شاطئ بحر مدينة غزة. هذا الميناء البحري أو اللسان البحري الذي تقيمه السلطات الأمريكية هو يمتد من شاطئ بحر مدينة غزة بعمق تقريبا نحو 100 متر أو 150 مترا داخل المياه في بحر منطقة الشيخ عجلين إلى الجنوب الغرب من مدينة غزة، والذي سترسو عليه هذه السفن المحملة بالمساعدات للفلسطينيين الذين يتواجدون خاصة في المناطق الشمالية من قطاع غزة. وبات الفلسطينيون عددهم في المناطق الشمالية لوادي غزة نحو 700 ألف نسمة، هم بحاجة ماسة لكل المساعدات وأن تصل هذه المساعدات لكل بيت فلسطيني. لقناتي العربية والحدث، فضل السعنون من على مقربة من ميناء غزة الجديد.